السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، في هذا الفيديو غناخذكم في واحد الجولة خاصة، جولة اللي غتهضر على راسها في إطار أحسن استفادة خاصة بالوداية، أحسن استفادة خاصة بالوداية أو من بين أبرز الاستفادات اللي نقدروا نقولوا عليهم مزيانين. الآن غادي ندخلوا للمشروع، المشروع ديال ولاد مطاع. تحية لرجال الأمن صراحة اللي كيتواجدوا في مجموعة من النقاط واللي كينظموا حركة المرور. فكما قلت لكم، من بين الاستفادات الناجحة هنا المشروع، المشروع اللي كان عبارة عن درك، كان عبارة عن الحمري، يعني كان عبارة عن مجموعة من الأمور اللي كانوا فيه الناس ديال الوداية، فاليوم كيتحول لواحد الشارع رئيسي اللي ولات فيه إشارات الضوئية، ولات فيه عملية الإسفلت، التوسيعة، مجموعة من الأمور. فكما كتشوفوا هنا أبرز الأحياء هنا فتحي الناس الوداية اللي ساكنين هنايا، صراحة من أبرز الاستفادات كما كتشوفوا هنايا الهدوء، الهدوء، النقاء، مجموعة من الأمور اللي هي إيجابية صراحة. مشروع ولاد مطاع، وهذا كتواجد فيه مؤسسة أو ثانوية العربي الدغمي. مجموعة من البنايات هنا كنشوفوا النقاء الكالم، بنايات مساحة مهمة، والناس اللي جاوا على الشارع ف عندهم الكراجات، يعني محلات تجارية كذلك. بالنسبة للشارع الرئيسي فتبارك الله ولا من أبرز الشوارع، تبارك الله فيه محلات تجارية كبيرة، أسواق، يعني مجموعة من الأمور اللي هي غيرات من الملامح ديال ولاد مطاع. فكنتمناو كل الخير والتيسير للساكنه ديال الوداية او افراد جيش الوداية اللي باقين ما استافدوش، او اللي في هذا الملف ديال جيش الوداية اللي على صفيح ساخن بعد اعفاء النواب، والكل ينتظر الخطوه والنقطه القادمه. فنتمنوا الله الخير للجميع، نتمنوا الله تكون في حقهم شي استفاده اللي هي مزيانه، اللهم يسر. نتمنوا الله حتى شي واحد ما يضيع، نتمنوا الله حتى شي واحد ما يضيع، لان شي حاجه زوينه كتاخذ في تماره وتاخذ واحد المساحه اللي هي مهمه، او لو واحد قدر الفلوس اللي خول لك دير شي حاجه، بحكم انه الارض الاصل ما سهلاش. فالله يصاوب للجميع والله يسخر لكل شيء مباشره من الحي الصناعي تماره. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.